نصبح عليكم مرة تانية، وخلينا نصبح برضو على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها ليه آخر أخبار الطقس في القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. قبل ما تقولي لنا بقى على الطقس يا لمياء، قولي لنا إيه أخبار المسلسلات معاكي، تحديدا مسلسلات رمضان القديم ولا الجديد؟ يعني ممكن تقولي القديم والجديد. انا زمان صحيح كنا صغيرين، بس كنت بحب قوي مسلسل حديث الصباح والمساء، كنت طبعاً بحبه جدا. الدراما بتاعته والحبكه الدراميه بتاعته كانت بالنسبه لنا جديده جدا، وكنت كمان بحب بوابه الحلواني وكان في مسلسلات بقى بعد كده، رأفت الهجان ويوميات ونيس والحاج متولي، الحاجات القديمه دي طول الوقت لحد النهارده بنتفرج عليها وبتحقق مشاهدات عاليه قوي. المسلسلات في او الدراما في الكام سنه الاخيره دي كانت مبهرة جدا، وخصوصا زي مسلسل الاختيار مثلا، هو زي ما انت قلتي من شوية جمانة انه بيوثق الفترة اللي احنا عشنا فيها، معلومات وحاجات عرفناها ما كانش يعني في مساحة ان احنا نعرفها، عرفناها بتفاصيلها. وبالمناسبة عايزة اقولك على حاجة، ان اول جزء للاختيار احمد المنسي اللي كان بيوثق حياته، انا ابني كان صغير قوي وكان بيقعد يتفرج زي ما انا بتفرج بالظبط، ما كانش يعني مش عارف ينطق احمد منسي، فكان بيقول احمد انسي وكان مظل معاه الموضوع ده، متاثر بيه جدا لدرجه انه صمم ان انا اروح ازور احمد منسي. ورحنا قرينا الفاتحه، ومن كتر وكان اخوه جايب العربيه بتاعه احمد منسي، ويوسف يحط ايده على الصوره بتاعته اللي متعلقه ورا في العربيه، فالراجل فتح لنا باب المدفن وقرينا الفاتحه جوه، كان مبسوط جدا كانه يعني شايفه قدامه فعلا، بيقول للصوره قوم اتكلم معايا انا يوسف، بيقول له كده. يعني لا، كان الحاجات الدراما دي بتاثر في اولادنا، وعايز يبقى ضابط جيش، وعايز عايز يحارب، وعايز يدافع عن مصر، وبيقول كلام اكبر من سنه كتير ومن استيعابه كمان. هو ده تاثير الدراما. خلي بالك حديث الصباح والمساء كمان كان كل الجيل اللي طالع دلوقتي كان هو اللي فيه، كان كريم عبد العزيز افتكر، كان مين تاني؟ لا ما كانش فيه كريم عبد العزيز، كان فيه خالد النبوي، كان فيه منى شلبي، وكان في احمد فيشاوي غالبا. في تنوع كمان في الدراما دلوقتي الكوميديه، وفي زي نيلي كريم اللي بتثير القضايا الخاصه بالمراه بشكل مختلف، والكبير قوي طبعا لازم نتفرج عليه واحنا بنفطر ده عشان نضحك شويه. لا في حاجات كتيره قوي مستنيه اتفرج عليها، والامام الشافعي كمان السيره بتاعته والتحول اللي في حياته والمراحل الصعبه اللي مر بيها من وهو صغير لحد ما يعني رحل عن عالمنا ان شاء الله. صحيح.